لكي تنجح أي مؤسسة لابد أن تبني شراكات، ومن خلال الشراكات تبني مرحلة وتتطور، لأنه يصير هناك تكامل ما بينك وبين الشريك. ويسرني أن أعلن اليوم عن شراكتنا مع هيئة الترفيه في برنامج مسابقات، أكبر برنامج مسابقات لتلاوة القرآن والأذان سوف يكون في رمضان هذا العام، وشارك فيه في تصفياته 40,000 في التصفيات الأولية. وسوف أقدم شكري أيضا لهيئة الترفيه ولفريق هيئة الترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي كان خلف هذه الفكرة وكان خلف هذه المبادرة.